يا سادة، احنا اتكلمنا النهاردة عن التغير. التغير ده ممكن يحصل في البيت، بس التغير مش نهاية العالم. التغير بسنة من سنن الحياة، وساعات كتيرة الناس بتتغير وتبقى دي حاجة زي كده الغيامة اللي بتمر على البيت. لكن لما الزوج والزوجة يكونوا منورين وعاقلين وناضجين، يقدروا يخلوا التغير ده جرز ويخلوها أذان بيأذن عشان نرجع تاني وكأننا اتجوزنا من جديد. لما يحصل إن احنا ما نسيبش شركاء حياتنا لما يتغيروا، ما نسيبهمش ونقول هم اتغيروا بغير سبب وهم اللي غلطانين. لا، نبادر بإن احنا نروح نكلمهم ونفتح حوار معاهم، نبادر ونسمعهم، لازم نسمعهم، نسألهم إذا قالوا لنا إن هم اتغيروا بسببنا، طب والحل يكون إيه؟ وآخر حاجة ببساطة إن احنا نغير من نفسنا، وكمان يكون عندنا قابلية إن احنا نعمل حاجات جديدة ونغير برنامج حياتنا. لو عملنا كده التغير ده هيروح، مش بس هيروح، التغير ده كمان ممكن يكون بيحسس شريك الحياة بإن احنا بنحبه وحريصين عليه وما نسيبهوش في وقت أزمته. يا رب إلهمنا الصواب والتوفيق، واجعلنا دائما يا رب حريصين على قلوب أحبابنا وما نهجرهمش وما نفوتهمش تاكلهم الغربة، لا، نكون جنبهم ويحسوا بوناسنا ويحسوا بإن احنا نعمة من نعم ربنا لما بنأنسهم وبنخرجهم من غربتهم ونخليهم يتغيروا. أيوة يتغيروا، بس يتغيروا للأحسن، ونعيش ناضجين مع بعض، ونعيش كمان مقبلين على نعمة ربنا اللي بسطها لينا في بيوتنا. يا كريم يا ودود، اجعلنا دائما في نعمة التوافق واملأ بها البيوت. يا صاحب الفضل والجود، يا كريم يا ودود، يا رب العالمين.